السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اليوم معايا في قناة حلويات ناجية. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون أحوالكم كلها طيبة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة كيف ما عودتكم دائما. اليوم غادي نشارك معكم الطريقة اللي أنا كنخدم بها لاموغانك إيطاليان. بصراحة كاين ثلاثة الأنواع ديال لاموغانك، كاين لاموغانك إيطاليان، كذلك كاين لاموغانك فرونسيز، وكاين لاموغانك سويس. أنا أكثرية كنخدم بصراحه بلاموغانغ ايطاليان، وكنخدم كذلك حتى بلاموغانغ فرونسيز. هادو بجوج كنخدم بهم بزاف، وكذلك كنخدم بلاموغانغ ايطاليان كنستعملو، يعني كنخدم به بزاف بزاف بزاف، يعني حيت هو كنستعملوه بزاف، يعني ديال كنستعملوه بزاف ديال الكاطو، يعني كوم بحال التارتي دو موغانغي كنستعملوه، يعني بزاف الحوايج، يعني عنده عده استعمالات في لي فيغين، يعني كنزوقو به لي المهم اي حاجه فيها سيترون، يعني تقريبا كندخلو معاها لاموغانغ. لاموغانغ دائما تمشي مع لا كريم ديال سيترون، بصراحة هما بجوجهم كيتواتاو وعندهم واحد الورق بجوجهم رائع رائع بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم لاموغانك ايطاليان. كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش كيجي، يعني كيجي القوام ديالو شاد، القوام يعني كيجي شاد راسو، يعني ما كيجيش داك لاموغانك اللي كيكون جاري وكيطيح. ان شاء الله كلشي غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو. غادي ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، خليكم معايا ما تمشيو فين. بالنسبه للمقادير اللي انا غادي نحتاجها باش غادي نحضر لاموغانك، عندي هنايا واحد 250 غرام ديال البيض البيض، وعندي كذلك 500 غرام ديال السكر سنيده، وعندي واحد 100 غرام ديال الماء. دائما كنديروا البيض البيض الدوبل ديالو ديال السكر، يعني فاش كنبغيو نطلعوا لاموغانك كنديروا بيض البيض وكن الدوبل ديالو ديال السكر. يعني درتي 100 غرام ديال البيض البيض غدير 200 غرام ديال السكر، 300 غرام ديال البيض البيض 600 غرام ديال السكر. يعني دائما هاد الفكره يعني خدموها غير هكا مع الراس ديالكم. دابا اول حاجه غادي ندوز، غادي ناخذ هذيك ال 100 غرام ديال الماء وغادي نضيفها فوق السكر. انا هاد الكاس كيهز ليا 50 غرام، يعني غادي نزيد 50 غرام وحده اخرى، غندير 50 غرام الاولى ومن بعد غادي نزيد 50 غرام يعني الثانيه. كنحاول نخلط داك السكر مزيان مع الماء. ولا الموغان كما قلت لكم عنده بزاف ديال الاستعمالات، يعني كنستعملوه فيه، كنستعملوه في ماكارون كذلك، يعني لي ماكارون الناس اللي كيبغوا لي ماكارون، يعني الا ما كانش طالعين لا موغان ديالنا مزيان لي ماكارون ديالنا ما تيجيوش زوينين. هادشي علاش انا هاد الفيديو هذا خصصتو نيشان غير لا موغان، يعني كيفاش لا موغان ديالنا كيطلع وكيصدق، يعني وكيجي ناجح 100%. دابا غادي ندوز وغادي نضيف داك ال 50 غرام الثانيه ديال الماء بحال هكذا، وكنخلط هكذا مزيان. ومن بعد كناخذ هذا السكر هذا وغادي نحطه فوق غادي نديره فوق النار، مثلا كنخلطو مزيان مع الماء. فوالا كنستمر انا كنخلط مزيان. دابا غادي نحطه فوق العافيه. فهاد الاثناء هذه غادي ندوز وغادي ناخذ البيض ديال البيض وغادي نديره في الماشينه ديالي ولا في الخلاط الكهربائي هكا باش يتخلط نيت. كنديرو على واحد السرعه اللي كتكون متوسطه، يعني ما كنديروش على سرعه اللي كتكون مجهده، يعني على واحد السرعه اللي كتكون متوسطه. يعني هكا نيت باش على ما كيوجد لنا السيرو ولا هذاك السكر، يعني كنحطو فوق العافيه باش واش خصنا نديرو السيرو. كيكون هكذا لا موغانغ يعني طلع كنكون ربحنا الوقت، كنخليه يطرب غير على واحد السرعه اللي كتكون متوسطه. دابا غادي ندوز والسيرو ديالي هو فوق العافيه، يعني كنخليه حتى كتشوفوا بحال هكا، يعني كتشوفوا معايا كيدير هاد الفقاعات كثيره كثيره كثيره، كتعرفوا بان السيرو ديالنا وصل لدرجه ديال الحراره تقريبا كتكون غنشوف شحال فيه. دابا غنشوفوا تقريبا غتكون فايته 100، يعني عندي هنا 105 104، يعني حنا خصنا السيرو ديالنا يكون 118 الدرجه. بالنسبه للناس اللي تقول لي حنا ما عندناش لا ترمومتر، غادي تاخذوا شويه شويه ديال السيرو هاد ديال السيرو في معلقه ولا في شي موس فراس الموس، وتحشيوه في الماء بارد، وغادي تشوفوا الا دار لكم داك الخيط ديال السكر، صافي كتعرفوا بان السيرو ديالكم وصل 118. فوالا دابا هو السيرو ديالي راه صبح واجد، يعني راه وصل ليا 118، وكتشوفوا غير هاد الفقاعات يعني كيكونوا كثيفين بزاف، يعني فاش كيوصل 118 كيكون الفقاعات كيكونوا كثيفين اكثر. دابا هانتوما شفتوا معايا هذاك البياض البيض، يعني راه طلعته، يعني راه طلع نص طلعه. دابا غادي ندوز وغادي نخوي عليه السيرو بحال هاد الشكل هذا، كندوز وكنبقى نخوي هكا
وغادي نخليه يعني نخليه يتخدم مزيان. يعني خصني هاد لاموغان ديالي يبقى يتخدم يتخدم يعني حتى يوصل لواحد الدرجة ديال الحرارة اللي ترجع منخفضة، يعني درجة الحرارة ديالو ترجع منخفضة، يعني ما يبقاش هكاك سخون. فوالا دابا غادي نخدمو مزيان. كتقلبوا غير الكاس ولا ديال الكاس ديال الخلاط، وملي كيبان لكم الكاس صافي راه برد، صافي كتعرفوا بان لاموغان ديالكم راه وجدات. وكذلك ملي كيدير لكم هذاك المقاب ديال المقاب، صافي كتعرفوا بان راه صافي راه وجد لكم. فوالا هذا هو لاموغان ديالنا من بعد ما خدمته مزيان وحتى برد. شفتوا كيفاش صبح كيصبح القوام ديالو، يعني كيصبح القوام ديالو كثيف وشاد راسو، يعني دار لي هذاك ها انتم فاش كنهزو يعني ما تيطيح ما حتى شي حاجه، كيدير لي هذاك المقاب كما كنقولوا. صافي فوالا، نتمنى بصراحه هذا الفيديو بصراحه يكون بصراحه يعجبكم. فوالا كنخلطو مزيان بحال هكا. كما قلت لكم لاموغان عنده بزاف ديال الاستعمالات، يعني كنستعملوه بزاف ديال الحوايج. الا تبعتوا المراحل ديالي كلها اللي انا قلت لكم على لا لاموغانغ، يعني لا لاموغانغ ديالكم راه غادي ينجح ليكم وغادي يجيكم بحال هكذا النيت كيف ما درتو انا. يعني خصكم غير تتبعوا المراحل شويه بشويه وتسمعوا داك النصائح اللي تنقول ليها لكم، يعني هكا النيت باش كيخرج لكم يعني لاموغانغ يعني زوين وشاد في راسو، تقدروا تخدروا به ديروا به لاموغانغ في الفران طيبوه هكذا، لي ميني موغانغ صغورين تقدروا كيما قلت لكم لي طاغت سيترون موغانغ كنخدروا كذلك نخدموا به كنخدموا به كذلك لي ماكارون، يعني الانواع ديال الماكارون كاملين، لي بيسكوي كذلك، لي بيسكوي حنا كنخدموهم بلا موغانغ هما كذلك. يعني لا موغانغ عنده بزاف ديال الاستعمالات. شفتوا القوام ديالو كيفاش كيجي، يعني ما كتخافوش منه، يعني ما كاينش داك الموغانغ اللي كيكون جاري وكيكون يعني دغيا كيطيح ليكم، حتى داك ما كيكونش السيرو وجد لي السيرو ما كيكونش وصل يعني 118 درجه، يعني كيكون السيرو ديالكم جاري هكذا الناس باش كيجي داك لاموغان كيجينا جاري. يعني واخا كتعيو تطربوا فيه وتخليه يعني كتخليه واحد المده طويله وما تي ما تيشدش راسو، يعني كيبقى هكذاك جاري نيت. مي هذا لا، فاش كديروا السيرو يعني 118 درجه يعني لاموغان ديالنا تيشد راسو تيجي قابط راسو، يعني كيجي شاد راسو مزيان. وكنقدروا نستعملوه كما قلت لكم في بزاف ديال الحوايج. نتمنى بصراحه هذا الفيديو بصراحه يعجبكم من الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش بلي لايك لي كومونتير. وغادي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى فيديو مقبل ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله.